في ناس بتبقى بتحسب كل حاجه بشكل عملي، منهم فايلر الراجل السويسري المدير الفني للنادي الاهلي. طيب هو قاعد وهيجدد عقده، والراجل قاعد حط كل الخطوط العريضه بتاعه تجديد العقد، بس النشاط رجع؟ لا لسه ما رجعش. طب هو عنده تارجت اسمه انه يكسب بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا، ده تارجته على فكره يعني. هم يكسب الدوري المصري ما يعملش حاجه يعني، الراجل لاسارت ده كسب الدوري المصري اللي ماشي، الارجوياني اللي كان قبليه. ففكره ان انت برضو تبقى تكسب الدوري المصري، كل الناس بتكسب على الاهلي كسبت الدوري المصري، لكن هو عايز يكسب دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج الافريقي علشان خاطر يبقى بالنسبه له دي نقطه انطلاق جديده في حياته التدريبيه، سواء على مستوى الخليج، على مستوى اوروبا، على مستوى اسيا، على مستوى العالم كله. فالراجل قاعد جاي له عقد قوي جدا وخيالي يعني، حتى لما عرفنا اللي قال اللفظ ده، عرض خيالي من الدوري الاماراتي، واحد انديه مهمه جدا في الدوري الاماراتي. فتقول يعني انديه مهمه، ممكن يبقى العين الاماراتي، ممكن يبقى اهلي دبي، دي انديه كبيره جدا، الوحده دي انديه كبيره جدا في الامارات، وتقدر تصرف وتدي للمدرب اضعاف اللي بيدوله النادي الاهلي. يعني لما الاهلي اداله 2 مليون يورو، قعدنا نقول هنا بياخد 2 مليون يورو وازاي مش ازاي، هناك ممكن ياخد 4-5 مفيش اي مشكله. لكن الراجل مأجل كل شيء لغايه ما يعرف امتى هترجع بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا. الاتحاد الافريقي حتى الان ما حسمش، في اوروبا حسموا انه هيرجع دوري ابطال اوروبا، في الاتحاد الافريقي لسه ما حسموش لغايه دلوقتي. يقول لك شو؟ يقول لك يونيو، اصله يوليو، طب هنشوف في اغسطس، احتمال يرجع احتمال ما يرجعش. لدرجه ناس بدات تتكهن كمان وتقول لك اللي هيشارك في كاس العالم للانديه بقى في 2021 اللي ممكن تتاجل ل 2022 هم الانديه اللي كسبت البطولات اللي فاتت في افريقيا، على اعتبار ان افريقيا مش هتقدر تلعب بطوله أندية السنة دي نهائي. لدرجة قالوا الترجي والزمالك والوداد ممكن يشاركوا في كاس العالم للأندية اللي جايين. الترجي كسب الشامبيونز ليج، الزمالك كسب الكونفدرالية، والوداد كان التاني بتاع الشامبيونز ليج. فبدأت كمان التكهنات تقول كده. فهي الاتحاد الافريقي نفى وقال احنا ما فكرناش لغاية دلوقتي الأندية اللي ممكن تشارك في كاس العالم، لكن هو ما قالش كمان امتى هتتلعب البطولة الافريقية. ففايلر واقف فكرة اعتماد توقيعه او توقيعه على عقد التجديد، لانه الراجل هيجي له في افريقيا هتتلعب او هتستكمل ماتشات بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا ولا لا. فالراجل موقف القصه على كده. مش بس فايلر بقى اللي بيفكر بالشكل ده، كمان عندك كهربا. كهربا هو الراجل مسافر الخليج، لما كان في الزمالك لعب في السعوديه هناك مع اتحاد جده. مش هقول لكم بس ان هو كسب فلوس، طبعا كسب فلوس بجنون قد اللي بيكسبه هنا 10 مرات، لكن كمان اكتسب شهره هناك، والناس بقى الجمهور هناك السعودي وجمهور جده تحديدا بقى يعني بيحبه جدا. فهو جاي له عروض من الخليج ومن السعوديه تحديدا، لان هو لعب سنتين هناك وليه رصيد عند الجمهور هناك. هو بدا يفكر كمان كهربا بطريقتين. اول طريقه يقول لك انا موقوف 8 ماتشات، فما الدوري يرجع انا عندي 8 ماتشات مش هلعبهم مع النادي الاهلي. الثمان ماتشات مؤكد ان هو فات منهم ماتشين، اعتقد ماتش سموحه للاهلي اتعادل فيه، وماتش الزمالك اتحسب اللي هو انتهى بانسحاب الزمالك، بقى له 6 ماتشات. فهو بيعمل دي حجه انه ممكن تدوني اعاره، اطلع بره اعاره لمده موسم في الخليج و يلعب تاني في السعوديه الموسم ده، ودي فرصه بالنسبه له كويسه. السبب التاني ان هو حاسس ان هو مش اساسي مع فايلر، يعني فايلر ما بيعتمدش عليه كلاعب اساسي في التشكيل الاساسي بتاعه، مع ان كهربا عنده فرصه مهمه جدا، وده اللي شايفاه لجنه التخطيط وبتقوله طول الوقت في النادي الاهلي، ان هو كمان لما يسافر رمضان صبحي هيعتمد عليه بشكل يعني قوي جدا في مركز الجناح وفي مركز راس الحربة الصريح. يعني كابتن حسام البدري لعبوا كده في الماتشين بتوع افريقيا اللي لعبناهم، كينيا وجزر القمر على ما اعتقد. فهو هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي لما رمضان صبحي يرجع تاني يواصل رحله احترافه، انما كهربا بيفكر بجديه في ان هو يطلع يحترف في الخليج، وخصوصا في